قولنا ايه الفخ اللي دايما بتقع فيه الفنانات في الايفنت؟ هي احيانا بتدي ثقه لحد يكون هو اصلا مش فاهم هو بيعمل ايه، فبتلاقيها طلعت غلط، هي ثقتها الزياده تخليها تقع في الفخ ده. وفي حاجه تانية انه بعض الفنانات بيعتبروا نفسهم ان هم بيعرفوا كل حاجه، بتوقع نفسها هي في الخطا وتوقع الديزاينر كمان في خطا. فهنا لازم يكون الثقه في محلها، ولازم هي نصيحتي ليها ان قد ما تكون سامبل هتبقى حلوه، المبالغه مش حلوه. طيب وتقليد الغرب شايفه؟ انا بحس انه الغرب دايما يكونوا نقطه ابداع لينا، احنا بنستوحي منهم، بس لازم نترجم ده لحاجه تليق علينا بس.